عليكم ورحمة الله وبركاته. سنقوم بطرح هذا المثال التكامل x على 1 ناقص x مربع دي x الذي طرح بجامعة بومرداس سنة 2022 أناليستو. يعني يستفاد منه هذا المثال الجميع الذين يدرسون تكاملات للسنة الأولى الفصل الثاني، مثلا ماد دو كذلك و أناليز دو بالنسبة للاس تي انجينيور والمات انجينيور. إذا لدينا التكامل x على 1 ناقص x مربع دي x نود حسابه. ارتأينا أن نضع يعني الحل الرسمي حتى الطالب تكون له نظرة حول كيفية تكون الإجابة. إذا هذا هو إجابة بالنسبة لهذا التكامل الذي كان عليه نقطة. أولا ماذا نضع؟ نضع شونجمون فاريابل. إذا تلاحظون ماذا نضع؟ نضع تي تساوي 1 ناقص x مربع. معنى ماذا؟ أن دي تي تساوي ناقص x دي x. الآن في مكان دي x ماذا سنضع؟ نضع دي تي على ناقص 2 اكس، معناه اكس مع اكس يختزل والعبارة ستصبح بهذا الشكل. واضح هذا الامر؟ لما نعوض في مكان دي اكس دي تي على ناقص 2 اكس، فان اكس مع اكس يختزل والعبارة تصبح بهذا الشكل، ناقص 1 على 2 تكامل دي تي على جذر تي فقط. هنا نعم، فقط لماذا كتبنا ناقص 1 على 2 في ناقص 2 حتى نستطيع اختزال 2 مع 2؟ إذا العبارة أصبحت بهذا الشكل، وهذا التكامل يعني 1 على جذر تي هو معروف، هو يعني ما هو الذي نشتقه يعطينا 1 على جذر تي؟ هو ماذا؟ هو 2 جذر تي. لماذا؟ لأن مشتق جذر تي هو 1 على 2 جذر تي، لكن هنا 2 غير موجود فحتما سنضرب في 2، معناه ماذا؟ التكامل سيصبح 2 مع 2 يختزل، التكامل سيصبح ناقص جذر تي زائد سي، وسي ينتمي إلى ار. بما أن وضعنا تي سي 1 ناقص اكس مربع، ففي مكان تي نضع 1 ناقص اكس مربع، وتكامل هذا المثال مباشرة هو ناقص 1 ناقص جذر 1 ناقص اكس مربع زائد سي. إذا شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.